هنالك تظاهرات انطلقت من ساحه الاعتصام في اعتراض انطلقت الى ساحه الفردوس وبدا التجمع في ساحه الفردوس. طبعا بغداد شهدت ازدحامات مروريه خانقه لا توصف منذ الانطلاق من ساحه الاعتصام وحتى ساحه الفردوس، ومن ثم من ساحه الفردوس انطلقوا امام مجلس القضاء الاعلى للاعتصام وبناء وكذلك حتى نصف خيم وسرادق، ونددوا بمفوضيه وقالوا انها زورت وبيعت من قبل جهات خارجيه تريد حرمانهم من المشهد السياسي القائم. طبعا هنالك اصبحت ساحه تايل الاعتصام هي ساحه الاعتصام التي امام بوابه المنطقه الخضراء وكذلك امام مجلس القضاء الاعلى. طبعا هنالك امدادات تصل الى الساحتين من قبل جهات خارجيه وكذلك من قبل جهات تابعه للحشد الشعبي لاجل ديمومه التظاهرات واجل استمرارهم بالعمليه الاحتجازيه حتى اعاده قبضتهم. طبعا